بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. طلبتي الأعزاء، حصة اليوم إن شاء الله سنخصصها للحديث عن القواعد الفقهية. لا شك أن علم القواعد الفقهية من أهم العلوم الإسلامية، لأنه يجمع نظائر الفروع ويضم بعض الجزئيات إلى مثيلتها. علم القواعد الفقهية وإن اختلفت موضوعات هذه الجزئيات وأبوابها، فيمكن أن يجمع بينها برابط معين. بدون القواعد الفقهية تبقى المسائل مشتتة، وقد تظهر في بعض الأحيان متعارضة، ولا يستطيع الفقيه جمع مسألة واحدة أو مسائل متنوعة تحت جزئية واحدة. تظهر أهمية كذلك القواعد الفقهية قلت تظهر أهمية القواعد الفقهية في أن المسائل الفقهية منتشرة ومتشتتة، والحوادث متجددة، ولا يمكن حفظ المسائل الشرعية مع فروعها التي لا تنحصر بالعد، وبه تكون القواعد الفقهية ضابطة لمسائل الفقه، مطلعة على مآخذه، جامعة لما تفرق في مسلك واحد. ماذا نقصد بالقاعدة الفقهية؟ القاعدة قبل أن نعرفها كمركب لفظي، القاعدة في اللغة هي الأساس. قال ربنا سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ويقصد بالقواعد كذلك قواعد السحاب في آفاق السماء التي شبهت بقواعد البناء، ويقصد بها كذلك القواعد من النساء اللواتي جلسنا عن الزوج واللواتي قعدنا عن الزوج والولد. هذا فيما يتعلق بالتعريف اللغوي. أما ما يتعلق بالتعريف الاصطلاحي، فقد عرفها الجرجاني رحمه الله بأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. قاعدة كلية منطبقة على جميع جزئياتها. عرفها أبو البقاء الكفوي رحمه الله في كتابه الكليات بأنها قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. وعرفها الإمام رحمه الله تاج الدين السبكي بأن القاعدة هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه أو تنطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه. وعرفها كذلك الحموي رحمه الله بأنها حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. هذه التعريفات عن معاني القاعدة، منها ما تجدونه طلبة الكرام أوسع من بعض، وقد يخرج البعض منها عن حقيقة التعريف وحقيقة الحد. غير أن الحموي يقول: إن القاعدة عند الفقهاء غير القاعدة عند النحاة والأصوليين، فهي عند الفقهاء حكم. هو يقول بأن التعريف ديال القاعدة عند الفقهاء ماشي هو التعريف ديال القاعدة عند الأصوليين، يقول بأنها حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته. القواعد الفقهية في الغالب لا تسلم من الشذوذ. ما معنى لا تسلم من الشذوذ؟ يعني الاستثناء طارئ عليها، لكن الرجوع إلى ما ذكره الحموي رحمه الله لا يمكن الاضطراد فرقا بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ولا حتى القاعدة النحوية. يمكن أن يصيب جميع القواعد استثناء معين. لذلك عقد ابن الجني رحمه الله في كتابه الخصائص بابا سماه باب الاضطراد والشذوذ في قواعد النحو واللغة. قالوا من القواعد كذلك من الاضطراد من القواعد عدم سلامة القواعد من الاضطراد. نشأت هذه القواعد وتطورت عبر أزمنة وأجيال من العلماء متباينة ومتغايرة. القرافي رحمه الله في الفروق يقول: إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع، وأن أصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه،
وأغلب مباحث قواعده الأحكام، والثاني القواعد الكلية الفقهية، وهي جليلة لها من فروع الأحكام ما لا يحصى، من المسلم به بين أهل هذا العلم أن القواعد لم تنشأ دفعة واحدة، ولم تنشأ على يد رجل واحد، بل خضعت للتطور الذي خضع له الفقه ذاته، فهي تعتبر نتاج أجيال متعاقبة من الفقهاء. يعني أن هذه القواعد لم تنشأ دفعة واحدة، ولم تظهر مع عالم واحد، وإنما نشأت وظهرت عبر أجيال متعاقبة من العلماء. الآن طلبتي الكرام، يمكن أن نتحدث عن الفرق بين القاعدة الفقهية والكليات الفقهية. الكليات الفقهية تتميز بميزتين: أنها في بداية الكلية تصدر بلفظ كل، أنها تقتصر على بابها فلا تتعداه إلى أبواب أخرى، فكليات الطهارة لا تتعداه ولا تخرج عن الطهارة. يقول القرافي رحمه الله: هذه القواعد هي قواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، جليلة القدر، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، وتتضح له مناهج الفتوى. ومن أخذ بالفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع واضطردت. يمكن أن نتحدث كذلك في هذا الباب طلبة الكرام عن مزايا القواعد الفقهية. من مزايا القواعد الفقهية تيسير الحفظ، قال القرافي رحمه الله: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات. من مزاياها كذلك تنمية الملكة الفقهية عند الفقهاء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عرف الأشباه والنظائر والأمثال ثم قس على ذلك. قال السيوطي رحمه الله: أعلم أن من الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومآخذه ومداركه وأسراره. من مزايا القواعد الفقهية كذلك ضبط التنوع، قال الحافظ العراقي رحمه الله يتحدث عنها: وأنها تلحق المسائل بنظائرها. وذكر رحمه الله بأن هذا، يعني إلحاق المسائل بنظائرها، أولى من اختراع حكم مستقل. يمكن كذلك أيها الطلبة الكرام أن نتحدث عن نماذج من هذه الكليات الفقهية. يعني ممكن حق سبق أن ذكرنا بأنه من سبق أن تحدثنا بأن القاعدة الكليات الفقهية عفوا بأن الكليات الفقهية تتميز بأمرين: أنها تصدر بالكل، وبأنها لا تخرج من بابها. بغينا نعطيو نماذج من الكليات الفقهية. مثلا: كل من تزوج امرأة في عدتها فلا تحل له أبدا، هذا من الكليات الفقهية. كل عضو غسل لا يرتفع حدثه إلا بالإكمال والفراغ. يعني أن الإنسان إذا بدا كيتوضأ وغسل يديه فقط، ميمكنش يترفع الحدث عن يديه ويتسمى طاهرا طهارة الوضوء وطهارة الصلاة حتى يكمل جميع أعضائه. يمكن أن نتحدث كذلك في هذا الباب عن الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. القاعدة الفقهية قلت هي حكم شرعي مستنبط من أحد المصادر الشرعية. أما النظرية الفقهية فهي دراسة ينتهي فيها الفقيه إلى الجمع بين مجموعة من الموضوعات والأحكام. قاعدة حكم شرعي، أما النظرية هي دراسة وبحث وتجميع. التنظير الفقهي يعني وضع نظريات في الفقه. ويمكن أن نتحدث كذلك عن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. أهم ما يميز القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية أن في القواعد الأصولية يعتمد الأصوليون القواعد الأصولية في دراستهم للنصوص الشرعية، ويعتمدونها كذلك في استقراء صياغتها وأوجه دلالتها. مثلا يمكن نقول عن القاعدة الأصولية أنها قاعدة لغوية، يمكن أن نقول كذلك عن القاعدة الأصولية أنها تعتمد في تفسير النصوص.
أنها تضبط الاستنباط والاجتهاد. هذه بعض خصائص القواعد الأصولية. من الأمثلة ديال القواعد الأصولية، العام يبقى على عمومه حتى يرد التخصيص. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا. المعنى ديال إنما الأعمال بالنيات. هذه نماذج من القواعد الأصولية التي تعتبر قواعد لغوية وتعتمد في تفسير النصوص وتضبط بواسطتها، وتضبط هي القواعد تضبط الاستنباط والاجتهاد. يمكن أن نتحدث في هذا الباب كذلك عن علم الأشباه والنظائر. علم الأشباه والنظائر هو فن الجموع والفروق، يوازن به الفقيه بين ما هو متجانس وما هو متناقض. أبدع بعض العلماء في الحديث عن علم الأشباه والنظائر، يعني به يميز الفقيه بين ما هو متشابه وما هو غير متشابه. باش نعطي مثال يكون واضح، قضاء المرأة الحائض للصيام دون الصلاة. يعني لماذا تقضي المرأة الصيام دون أن تقضي الصلاة؟ هذا هو اشتغال علم الأشباه والنظائر. قراءة الحائض للقرآن دون الجنوب، يعني الحائض يمكن أن تقرأه طبعا بشروط معينة دون أن يقرأه. حين يشتغل الفقيه على مثل هذا يشتغل على علم الأشباه والنظائر. مثل هذا لا يدركها إلا النظار الذين خبروا نصوص الشريعة واطلعوا على أسرارها. قال الإمام القرافي رحمه الله: مكثت أبحث عن الفرق بين الشهادة والرواية 8 سنوات حتى وجدتها في كتاب شرح التلقين للمازري رحمه الله. إذن هذا الذي تحدث عنه القرافي رحمه الله هو أنه ظل يبحث عن فن عن شيء من هذا الذي تحدثنا عنه من علم الأشباه والنظائر، علم الفروق وفن الفروق والجموع. يمكن أن نتحدث كذلك عن المؤلفات التي دونت في باب القواعد الفقهية. ألف الفقهاء في المذهب المالكي مجموعة من الكتب الخاصة بالقواعد، وكانوا أكثر المذاهب تأليفا وتصنيفا فيها. مثال: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي رحمه الله، كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله، قواعد المقري، المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب لأبي القاسم. هذا يعتبر منظومة، هذه تعتبر منظومة. أما في المذهب الشافعي هناك التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. في المذهب الحنبلي هناك القواعد النورانية لشيخ الإسلام بن تيمية. هناك كذلك في المذهب الحنبلي القواعد الكبرى في فروع الحنابلة لنجم الدين الطوفي. في المذهب الحنفي يمكن أن نجد الأشباه والنظائر لابن نجيم. وهناك أبيات من ثلاثة ديال الأبيات من الشعر نظمت القواعد الخمس الكبرى التي سنتحدث عنها إن شاء الله فيما بعد. قال الناظم: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا. هو حتى ولو ذكر الشافعي هذه الخمس هي مشتركة بين كل المذاهب. خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. معناه هذه الأبيات الثلاثة جمعت القواعد الخمس الكبرى. ضرر يزال، هذه قاعدة، الضرر يزال. العادة محكمة، هذه قاعدة الثانية. المشقة تجلب التيسير، قاعدة ثالثة. الشك لا ترفع به متيقنا، اليقين لا يرفع بالشك. ثم القصد أخلص إن أردت أجورا. إذن هذه خمس قواعد كبرى من قواعد المذاهب كلها. طبعا قلت وهذا لا يقتصر على المذهب الشافعي فقط. سنتحدث كذلك عن خصائص القاعدة الفقهية. من خصائص القاعدة الفقهية الاستيعاب. فإذا قلنا ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، قاعدة تبين مسألة الاستيعاب بأن لا بد أن تكون القاعدة مضطردة ومستوعبة.
ومستوعبة. إذن هذا من خصائص القاعدة، من فروع هذه القاعدة ومسائلها. كما قال لزوجته نصفك طالق مثلا، احنا كنعطيو هذه الأمثلة فقط من أجل تبين القاعدة، نصفك طالق أو طلقها نصف طلقة، هذا طبعا لا يصح، لأن الطلاق لا يتجزأ. أو إذا قال المحرم أحرمت بنصف عمره، هذا طبعا لا يجوز، لأن العمرة لا تتجزأ. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، يعني فإذا طلقها فقد طلقها طلقة تامة كاملة، وإذا أحرم بالعمرة فقد أحرم إحراما تاما. من خصائص القاعدة كذلك الاضطراب والأغلبية، ومعناه أن القاعدة يجب أن تنطبق على كل جزئياتها دون تخلف أي جزئية منها. وإذا تخلف عنصر الاضطراد كانت إذا تخلف هذا العنصر ديال الاضطراد كان مؤثرا في على القاعدة. إذن لا بد من خصائص القاعدة الاضطراد والأغلبية. من خصائص القاعدة كذلك، يعني من خصائص القاعدة كذلك، قلت التجريد، وهو أن يكون الحكم الذي تقوم عليه القاعدة موضوعيا جامعا ومستوعبا. ينقسم الحكم عند الأصوليين إلى حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. الحكم العقلي يتأسس على ثلاث قوانين. الحكم العادي هو كذلك يمكن أن يستفاد من التكرار، هذا الدواء يشفي هذا المريض. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. إذن هذه إطلالة فقط على بعض المعالم الكبرى للقواعد الفقهية. أتمنى من الله تعالى أن تكونوا قد استوعبتم المفاهيم الكبرى المتعلقة بهذا المحور، وسنتمم إن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله ما يتعلق بهذه النقطة التي تتحدث عن القواعد الفقهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.